أصيب بمرض مزمن منذ الصغر أدى به إلى شلل في الساقين. توفيت والدته وهو في مقتبل العمر، ثم توفي الوالد بعد ذلك. لم تذنه الإعاقة ولا حتى اليتم عن مواصلة دراسته رغم ما ذاقه من مرارة الحياة، حتى أصبح من أنجح الأساتذة. إنه الأستاذ يعقوب. حاولنا تسليط الضوء على تجربته من خلال برنامج تجارب. بالنسبة لي من مواليد سنة 70، طبعا في ضواحي إنشيري، استمرت طبعا كنت بأسرة من بدو تلك الفترة، وواصلت حياتي كطفل طبيعي حتى السنة الرابعة من العمر. أصبت بمرض ربما يكون بسيط الآن نظرا للتقدم العلمي، لكن في تلك الفترة ونظرا لبعد الأسرة من المدن كان السبب في هذه الإعاقة التي استمرت معي. طبعا من السنة الرابعة ابتداء من تلك السنة ما عاد استطيع الوقوف، وبدأت دراسة القرآن والفقه واللغة حتى سنة 1984 دخلت الابتدائية من الصف الخامس. 14 سنة دخلت ابتدائي من الصف الخامس، واقترح المعلم آنذاك أن أشارك في مسابقة دخول السنة السادسة سنة أولى إعدادي. بعد شاركت فيها ونجحت في نفس السنة. في نفس السنة كان طبعا المكان بعيد، الموقع بعيد جدا، موقع ثانوية الميناء كان بعيد جدا من مكان السكن، لكن في نفس العطلة إن شاء الله نتعود فيه ثانوية إعدادية جديدة. تلك الإعدادية كان طبعا مسافة تقريبا مسافة كيلومتر ونصف تقريبا، ولكن كانت هي أفضل حل أمامي. دخلت تلك الإعدادية، كنت طبعا أجلس حظا يعني ما عندي أي عجلة ولا عندي أي وسيلة. استمريت فيه طبعا السنة الخامسة ابتدائي وشهرين من السنة الأولى بدون أن أحصل على أبسط شيء عجلة ما رأيت. بعد السنة الشهر الثاني من السنة الدراسية حصلت على عجلة وواصلت بها الدراسة. كانت طبعا من العائلة شاء ما يعني عن طريق الضمان الاجتماعي، كانت في فقط إحدى قريبات المعلمة فقط، وكان في كل فترة في شيء قال الضمان الاجتماعي يعني يجد بالنسبة للمركز تأهيل الأعضاء، كان الساعة يعطيك وثيقة ما يعد عندك رقاج موظف في الدولة تنحسب عليه التكاليف، وانحسبت عليك القريبة فقط، وطلعت عليها أساس الضمان الاجتماعي وحصلت عليك العجلة. أنا طبعا أنا بعد أصبت المرض 74، بعد 76 توفيت عندي 4 سنوات أصبت المرض. عند 76 تقريبا الله 77 توفيت الوالدة، بقيت مع الوالد وبعض من الإخوة. وبعد في عام 82 أصيب الوالد بمرض جعله ما تقدر يواصل في البادية، وجينا الضواحي روسو يعني كان يعني مصاب بشلل نصفي بعد تقدم في العمر، وواصلنا في أمريكا سنتين. بعد 84 توفى الوالد، وتنقل لنواكشوط مع طفل أختي. تنقلت لنواكشوط مع طفل أختي أصلا دراسة فهم في ضواحي روسو ما رأيت لها أي وسيلة. خسروا لي فيها فهم سنوات تقريبا من 79 والله 80 إلى 84، خسروا لي 4 سنوات ما رأيت أي صيف أدخل فيها الابتدائية، مع أني السن والمؤهلات تسمح لي فيها، لكن ما رأيت أي صيف أدخل فيها ابتدائية. كانت فهم ابتدائية ومديرها منعني من أن أسجل، منعني أن أسجلني، ما به قضية الإعاقة يعني محتج بأعذار واهية تقريبا، ما عنده عذر، عنده فقط ما مصور له يعني عنه قدنا قرقاع ولا عنه قدنا نحقق أي شيء. فهمت؟ ثاني يعني يملي أي
رغم انه كان قريب، كان من يعني كان من قرابة ما، لكن عنده اعتقاد عني ما قد واصل الدراسة. اليوم ثاني ما لحد كان ما عنده دعم اجتماعي، ما جاي معاه رجاج كبير والله اليوم يستهزئ بيش عشان بعدين تنقلت هون لنواكشوط 84. الوالد ما كان يقدمش معاه، كان يعني طريح الفراش وبالتالي ما يقدمش معاه، وبالتالي اخوه هم اللي الحقيقه ما زالوا معايا في حاله ساعة اخت هي واخوه هم اللي ما زالوا معايا ساعة، وصغار سنا ما صغار سنا ما هم صغار مني، كبار مني غير بعد ما زالوا مولي كاملين صغار بين صغار سنا، وبالتالي ما قدروا يستقبلوا ما قدروا ولا يدعم ولا يستقبلهم الى اللي جاوا. مع عن طفل اختي قرات في نفس المؤسسه، قرات فيها وعديت فيها سنتين هم، وانا خاسر الوقت سمعت اياها ما قدرت اسجل. بعدين تنقلت مباشره لنواكشوط، سجلت من طفل اختي في سنه خامسه ابتدائيه اللي جابتني هون. منين عدت امتحان نص السنه قال المعلم عن يعطي الشركه في كونكور، وقال لي يعني كانت مؤهلاتك كنت امتحان نص السنه من عدته كان على ما اعتقد 80 درجه اجبرت منها 79، وبالتالي قال لي يعطيك تشارك. من قال لي عن يعطي تشارك قال لي جيب اوراق يعني الاوراق الرسميه كيف بطاقه ميلاد، قضيت عنه ثلاث اشهر ولا رايت حد عدل لي بطاقه ميلاد. منين فات مشوا الملفات جاني قال لي جيب لي انت الملف ملفات مشوا انت ما جبت بطاقه ميلاد. قلت له ما رايت حد عدلها لي، وصراحه صحيح حاولت مع جميع عندي من الاقارب وعندي من ما رايت حد عدلها لي. قام هو قبل عندي المعلومات وسجلهم، مشى عندي الساعه الواحده تقريبا الواحده تنقاز لا عندي المعلومات. من عاد الصبح جاب لي مباشره جاب لي بطاقه ميلاد الصبح وقال لي هاي مطلوب فقط انت تعدل منها الكوبي وتحكم الاصليه نشوف منها الكوبي. عدت الكوبي الصبح وجبت مشى المعلم سنه ساته والحق الملف بملفات سنه ساته وشاركت في الامتحان ونجحت. ونجحت ما اللي جاتك مشكله النقل، لاني انا كنت في الميناء في الاحياء الصفيح في الميناء وخارج الله الثانويه اللي في نقر الميناء الى وبعيده ما قد حد يلحقها على يلحقها يحوي حبون ما يصح. وقفت طول انا عنه في نفس الفتره في نفس العطله بتنات اعداديه هم يقولوا لها اعداديه المقبره راهي جهم. عدت مسافتها بعد تقريبا كيل الله كيل زايد قلت تقريبا ملحو، واصلت فيها شهرين حد اني فيك العطله بالذات تواصلت بالمركز وحصلت عليه على ذيك العجله. نعاني مساله صعبه جدا، مساله هي يعني اولا رجاج هي اصبح طالع مع زملاء كاملين وهما كان من فضل مولانا عني فعلا باصحابي ياسرين، لكن الصعب انك تقعد ماشي مع واحد صاحبك في تمام الصوره وفي تمام الملبس وفي تمام الحاله وانت تحوي في الزهر. الحقيقه صعب نفسيا، لكن تعود يعني ثانيا حتى ليدين وركابي يتحولوا شور كيف ترضى عنهم انك اليدين الكراهين عن عادوا كيف يعني كيف الزايد والله كيف يعني الحيوان اللي ماشي ترى ما تلاو حسه حتى لكن فضل مولانا تحول الى كامل وفوق مع مرور الوقت. الاعداديه تنقلت لها في العاصمه نتيجه عن طفل اختي اللي هي الوحيده طفله الاختي الاخرى جابتنا سكننا معها شهرين ثلاث اشهر تقريبا، وسكنت انا وطفل اختي اكبر مني بسنتين تقريبا هي كانت تنظر سكنت انا وحدنا يعني اي رجال ويعني الاخوه ماشيين طالب العمل، وعدت انا وهي هي عندها تقريبا عندها 15 سنه هي عندها 17 سنه تقريبا لان السنه وهي غير متزوجه يعني سن الحضانه يعني. كانت ظروف كان فيه اخ اكبر منه واحد من اخوتنا الاكبر منه كان طبعا هو اللي عارف ان الشيء جالس في الخير، ورغم الظروف الماديه محدوده جدا لكن كان ذيك الظروف ان ذاك بعد المتاح له كان موفر ساكنين كنا طينا سنتين في الاحياء الشعبيه في غرفه من الصفيح 4×3 ومن ثم انقلنا الشهر شاركت يفتا كنت معلمين بعد ذاك في سنتين. السنه اللي انعدلنا فيها سنه ثالثه لان عد عندي سنه ثالثه هي سابقت عاتيه تعدل كاتريان شاركت في تكوين معلمين ونجحت فيه، ولكن قرر لا شهر كابيتال هي ما عندها حالة تنقل شهر عندنا نقبل يعني الغرفة هذه غرفة الصفيح ننقلها شهر حيط قالوا حيط الوقاف قالوا حيط الوقاف حيط كان مشروع يكسع على إدارة الوقاف ولا تم تنفيذه بقى الحيط خاوي على بعض من الأسر الضعيفة تجي تدير فيه برقو تسكن فيه. جينا وسكننا فيه
فقط نطلع من مسافة معقولة، ندبر مع ناس عن طريق يعني المطاعم اللي تأجر من عندها يوميا، رغم أنها كانت طبعا المطاعم رديئة لكن ما قدامك ما هي، لأنها هي كانت مشدة في دراستها، وثانيا رجالها يطلعوا النهار وعقابه ما زال النظام الساعة ما في نظام الدوام الليلة الثانية تخيل لا تطلعوا النهار وعقابه، وأنا قاعد طبعا ناحية العمل خدمة المنزل ما عندي ليش، وثانيا المهم عنا ركزنا الحمد لله على قرايتنا وساعدنا مولانا اللي أنا تخطينا تخرجت هي ومليت خرجت ومشات. أنا عدت سنة ثانية ثانوية سنة ياسين كان سنة ثانية ثانوية وبعدين؟ تخرجت بقيت وحدي عند خالي اللي أنا أجر مع بعض من كذا عدد التلاميذ يقعدوا كارنجي مباشرة رفقتات لسيدي بابي أبعد منطقة يعني ظروف مشكلة المهم عنها بقيت مع زملائي قلت مع زملاء عندي تلاميذ انتقلت عن الكوخ وقلت انه ما في الله وقع اصلا يعني اول مره نقرا الكهرباء قريت عليها سنه خامسه سنه ثانيه ثانويه اول مره نقرا تحت انفل نقرا على الضوء لا على السندل لا على السندل منين عادت بقيت مع زملائي التلاميذ اللي يكونوا عدوا كارين بيت يقراوا في بليده تميت بها لين وفيت بها الجامعه ادت بكالوريا رياضيات وحصلت عليها عام 92 دخلت كلية الاقتصاد طبعا يكسع الله هي أساس موجود من الكليات موجود المعهد العالي العلمي لكن يكسع ما في ثقة تامة في الشهادات بالنسبة للمراجع المراجع ما كانت موجودة تنباع كانت موجودة فيه التلميذ فقط يعود عنده مراجع نادرة قليلة أعطيها له أستاذ والله مجمعها والله أهله عنده إمكانيات جابوها له من الخارج والله شيء ذيك الكتب منين ينجح فك تم يعليها الواحد الاخراني ومنها يعليها لهم تبادل ذكي حتى انه مساله التصوير تصوير الكتب ما كانت متوفره بالشكل المتوفره به الان وحتى اذا توفرت قاع المصوره تبقى الامكانيات الماديه ما هي موجوده ما هي التلميذ عنده باش يصور كتاب مساله صعبه وبالتالي لكن كان الكتاب يقرأه التلميذ مده ليل ونهار يوفى منه مده ليل ونهار اللي فيه من فكره كامله خارق لا يستوعب والناس ما عندها أي شيء لها عن القراية مد الناس كسام زاد شيء قناعة بعلم وقناعة بقراية سابق تزاد الثروة المادية للناس طبعا نعرف أنا عليك النظرة الدونية للشخص المعاق أنا كانت موجودة وكانت موجودة عند بعض من الأشخاص لكن بفضل مولانا اللي النظرة اللي هي تجاوزتها من زد صغير بفضل مولانا ما أفكر فيها لماذا لأني يجب أن المسألة يجب أن ألقى يتعايش معها يجب ان ارجع اتعايش معاها خالق الله يتعايش معاها ما يقد يعني يقف القفص على راسه على اساس عن واحدين ما هم قادرين يستقبلوه يستوعبوه ما هم قادرين يتقبلوه كجزء من حياتهم لكن هو يجب ان يعيش ما يقد يستسلم على اساس رفض الاخر لذا الشكل من الاشخاص يجب ان يعيش خالق الله يتفاهم مع الحياه فهمت وبالتالي تجبر الاشخاص يستوعبوا يتعودوا يصبحوا قاع حتى انهم بعض من الزملاء بعض الاحيان ينساوا قضيه لهم دوام التعود والتداخل معي ينساوا عن قضيه الاعاقه ينساوا الواحد عنها بحيث اني مني طالبوا عنه يعطي مده لروايه والله يجيب لي عدل لخدمه والله يشيل قضيه الحين ست شهور يقول لي مالك انت ما تعدلها رغم انه بسبب لانه بفضل مولانا من يوم من ساعه عقلت حاولت عني اللي عدل اي شخص طبيعي عن العدل الراس عن العدل الراسي عن اللي توصل له اي شخص في حالتي بسني عن يتوصل له وبالتالي عاد بعضهم بعض الاحيان ينسى قضيه الاعاقه ينسى عند نتيجه تعود عني ما اركز في الحاجات عني كل شيء ندبره بفضل مولانا ندبره راسي وبالتالي عاد ينسى بعض فهم طبعا الناس اللي ما تعرفني ليش نظره من خارج تعجب وفهم شيء شفقه وفهم شيء فهم جميع الحالات لكن بالنسبه للاشخاص اللي كانوا معايا ما كانت عندي معاهم مشكله الحمد لله بالنسبة لكلية الاقتصاد دخلت سنة دراسية 92 تخرجت منها 96 طبعا كان في ملاك المعهد العلمي المعهد العالي العلمي وكانت شهادات ما هي معترف بها كشهادات أكاديمية في كل فترة طبعا هو تحول وراء ذلك لكلية التقنيات مفهوم طبعا احنا كنا نعد الشعب الرياضي ونختار كنا نجول تخصص علمي أكثر من الاقتصاد لكن ما كان متوفر مواد تابعت فيك 4 سنوات تخرجت منها 96 كغيري من التلاميذ تخرجنا حملت شهادات شغله معي خارجه بالنسبه قاعد للناس الطبيعيه مش كان بالنسبه للشخص ممكن العمل قد يعدله الحاله حد اني
قط اقترح لي زميلي في الجامعة، نزلنا نقرا، اقترح لي في السنوات الأخيرة من الدراسة أن في حال تخرجت يعطي نبدأ ندرس سوايع. لماذا؟ لأني كنت زمني في ليسة وزمني في الجامعة دائما عندي هواية التدريس، يعني مثلا التلميذ فايته حصة من تعود فكرت يعني عندي هواية أني يعني أشرح حالي لين وصل هذا بالشكل اللي بشكل اللي فاهم أنا بي، يعني وصل هذا وصل فهمه بشكل جيد، وهذا جعله هو ينتبه لي الرواية أني يعني قد نعود عندي فرصة في جانب التعليم، مع أنه يكسع التعليم الحر. زمان إحنا في ليسة التعليم الحر مازال ما فات عاد التعليم الحر ناجح حتى، لأنه مازال رمز والله زال عيب عند من الناس، لأنه كان يقيسوا الناس اللي فشلت في التعليم النظامي، ولا كانت المدارس الحرة من ياسر كانت في واحدة والله اثنتين على ما أعتقد ما هم ياسرات حتى، ولا يقيسهم اللي ما واحد ذاك فات الصاع من المدارس النظامية. لكن في بداية تخرجنا 96 هو بداية الثورة في التعليم الحر، ظهور التعليم الحر بشكل حقيقي. كانت بدأت في الساعات الإضافية وبدأت الناس تستوعب عن صعب التعليم الحر، تغير نظرتها للتعليم الحر. وتو تخرجت ملي سكنت منطقة ما هي صالحة حتى للتعليم، يعني القزرة، سكنت مع طفل خويا في القزرة اللي هو مع خالي معه أسرته وهو يشتغل. طبعا عندي غرفة خاصة بي، وتو بدأت التدريس، يعني اقترحت لي فقط واحدة من الجارات انت عنها تجيب لي زميلات لها، يعني نبدا نقراهم. الحقيقه ما رفضت الفكره، وعلى اساس بعد عنه لا نوع من سد الفراغ، لانه هو شخص متخرج ولا عنده امكانيات، حتى ما عنده امكانيات انه يتنقل في المدينه، يعود من عند اسره لاسره، والله يجي البيت والله يبدل الجو والله شيء، يعني على الاقل يعني راهين اربع حيطان على الاقل، لا ايش باغي اي روايه حق فيها خاصه ينقص عنه غير الوقت. ضبطها وبدات معاهم، بدأت في مجموعة تنسات وهكذا، لكن بدأ ما فيها الضوء والليل ما خارج شغلة ما خارج شيء شنو، والأسبوع مرة لله نهارات محددين منه ثلاثة الأربعة، هذا من 96 لين عاد عام 2000، من عاد عام 2000 تجي المجموعة زادت وعادت حتى الغرفة اللي نقري فيها بداية 98 عادوا يعودوا لي، كنت نقريهم اثنين ثلاثة تحت على التابوت، من عاد عودوا أربعة ما تنقد أربعة ما يقدروا يقرأوا على ورقة واحدة. لا بدل نقر الود الروان قرهم عليها، لكن ضبط شلفة ما هي حتى مقطع قطعة صالحة يا بهذا في الخد، في نفس الغرفة اللي أنا ساكن فيها، وعدت مشكلة كيف لين وصل السبورة إلى نكتب عليها، ومنين توصلت الفكرة عن فيه المقاعد يعودوا أطول، مقاعد الدوار هذا في واحدة منه عدوا طوال مطولين يستخدمون أصحاب الحلاقة حلات ها يعدل فيهم تعديل لين يعود طوال. العجلة اللي كنت نطل التنقل اللي كنت نطلع عليها الجامعة مشيئة الله عنها نفس السنة اللي تخرجت فيها من الجامعة بعد 12 سنة من استخدام لها توقفت، ما تصالح شيء سوشن، ما لا تقدر تعالج تماما، ما تقدر تتحرك نهائيا، فأنت بالتالي اتقاع ما تتبلين عاد تصل حقق محبوس ما تتعند الجهن تحرك. لكن يعني ليه داخل القسم هذا اللي قرر فيه عادت مشكلة كما نوصل للصبورة، كيف نوصل للصبورة؟ قبطت كل مقعد عام 98 قبطت مقعد مستعمل وقعدت نقعد لي ما هو متبعد مع هذا نكتب بها للصبورة، لكن عندي عادت مشكلة التنقل مولي من سر جانب الصبورة ليش شر جانب الصبورة، خاصة عند أرضية ما بلاطها عند رئيسات كروها ما هي كرو لي ما هي كارو له، بالتالي في قعوره من انت حد يكتب من شيء كارلي يعود انا سبوره ما زالت فانا كارلي يتم عشان تقدر تتحرك فم من عاد عام انت تمت الان نحاول معاه لين وفيت لين عاد عام 2000 حاول معاه بك طريقه حتى اني بعض الاحيان نقض عن هي لين كحز عن بلدها فهمت وتو لين عاد عام 2000 تنقلت الصاعد ذيك تنقلت لا داخل القصر نفسها غير قبضت بليد العود فيها الضوء شوي قبضت بليد البيوت شم الضوء ذاك البيوت عادوا طيت فيهم شهرة تقريبا 6 أشهر، بعد ذاك هم في البيوت ما تهم مغطين حاشيات التلاميذ، لأن يعني عادوا التلاميذ عددهم عدد زاد عددهم لحد أنهم عادوا بدل مقاعة كبيرة شوي، تنقلت شرص منزل متكامل عام 2001 فمفت النسوين لما فهمت كانت لا السواعي لا السواعي لا السواعي لا السواعي لا السواعي لأني أنا من أصل أصلا
ما قط دخلت انا من تخرجت ما دخلت كان بتاع تكوين الاساتذه والنتيجه العام فهم قوانينك الساعه ما تسمح للمعلم ما تسمح عن المعلم ولا الاساتذه قبل اي شخص معاق يتفض في التقييم الشخصي كان وبالتالي المشاركه فيه بلا معنى بالنسبه لي فهمت ما اللي نجح فيه فهمت بالتالي تنعدل لك السواعي الخاص سواعي دروس سواعي تتالف من نوعين سواعي خاصه بالنسبه للشخص وحده وسواعي عمال الجماعات عود اهلها اربع يعدلوا يعدلوا نوع من دروس مسائية دروس مسائية وخير بعدين عاد عام 2002 تنقلت هون لكارفور هذا واصلت شيء اجرت منزل واصلت شيء التدريس لين عاد 2005 اجبرت زميل لي مستاهل العلوم كان قرب معايا السوايع واقترح لي يعني عنده زميل اخر عنده رخصه وعنده يفتحوا بها وسلمونا الرخصه وتباركت معاه عدلت افتتحت مؤسسه التقوى التقوى افتتحتها 2005 2006 طبعا كانت الحمد لله مؤسسه ناجحه في المنزل في نفس المكان واصلنا في شركة حصلت انا 2010 على رخصة تخصني هي رخصة الهدى هذه في نهاية السنة الماضية فكينا الشراكة افتتحوا هم التقوى على جانب وفتحت انا الهدى بنفس المكان وبنفس الطاقم الاساتير كانوا معي ارى انه بالنسبة للنجاح السر فيه قبل كل شيء السر فيه قبل كل شيء ارادة مولانا لان نجبر اشخاص عندهم نفس الامكانيات بل ان واحد احسن امكانيات من الاخر ولا حقق فهمتي ولا نجبر وجه تفسير دائما عندهم تفسير لا عن القدره الالهيه مشيئه الله صحيح ان عبر التاريخ نعرف عن المميزين دائما عندهم حالات روايات تخصهم يتميزوا عن الناس الاخرين عندهم روايات يتميزوا بها شيء ما لكن بالنسبه لي الحقيقه لا ارى عن عندي اي شيء يتميز فيه طبعا الصبر طبعا الصبر والدعاء طبعا صبرت على الغروف نعرف عن ياسر الناس قلت خذوا خلق واحدين اصلا غير ما صبرت على الغروف الحقيقه ما اصبر عليها لكن كامل يعود الله تبارك وتعالى كامل يعود الله تبارك وتعالى لانه الصبر حتى الصبر من نفسه تحمل الصبر من نفسه الله يعطيك القدره على الصبر اللهم لا طبعا انا تعرضت لظروف ربما تعرضت صعبه بالنسبه للبعض هذه الظروف كنت دائما عندي ايمان عن الإنسان عليه يبذل مجهوده ويطلب مولانا إذا قلت عليه يبذل أقصى مجهود عنده ويطلب مولانا إذا قلت وعن الأمور الأخرى يجب أنه ما يعود متسرع حتى ما يعود حتى يعني لحوح ما يعود مثلا دائما يختار يشوف النتيجة بسرعة الحقيقة بشكل عام المجتمع مجتمعنا الحقيقة للأسف مجتمع لا يرحم بالنسبة لحد كامل قد حقق جزء أهدافه في الحياة قد حقق أهدافه قد يوقف براسه وحده هذا بالنسبة للمجتمع يعتبر محترم يعتبر ما عنده مشكلة فاهم خاصة العادة ما عنده قاعد الحمد لله أخطاء يكية سابق حقق رجاج أهدافه مودي يعجب أنه يعرف عنه المجتمع ما يحس به المجتمع هامل نهائيا لا وجود له ما عنده أي وجود ما يعتبر عندك أي وجود نهائيا طبعا فم خارج اسم المواقف أنا الحقيقة ما عرضت لها راسي هي ما زال رجال سابق يحقق أهدافه سابق يوقف براسه خارج المواقف من يعني يحاول عنه يعتمد على المجتمع يعتمد على أي شخص منه وبالمال يتعرض لمواقف مزرية كيف يجي الواحد عن بغايتك شيء والله الدور بغايتك شيء والله الدور تحقق لك شيء الله يهم يردك بطريقة سيئة فهمتي هذه الحقيقة أنا ما عرضت لها راسي لماذا؟ لأن في الفترة اللي محتاج فيها للناس ما رأيته ولا سولت عنها القطر جاءت له منها ذاك الشخص اللي قلت له عني دخلني الابتدائية ورفضها ذاك الشخص وحده حد آخر ما قطر جاءت له الحمد لله ما قطر جاءت له نتيجة يعني الحمد لله عندي التربية أصلا عن الإنسان يجب أنه يقتنع بإمكانياته وذاك اللي موجود عنده اللي قلت له وثانيا مولي واضحه لي الصوره واضحه لي الصوره عن الرجال عن كل حد يعدل لك الغايه ما هو العادل اللي هي يجبر منها ما تدور مفهوم وبارك الحمد لله ما نسيت لك النظره
طبعا الحمد لله هنا بفضل مولانا ما تعرضت لك المواقف الحمد لله.